عندنا تفاصيل أكتر عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول وعن أهميته، وكذلك الفرص الاستثمارية في مصر من خلال الحوار اللي هنجريه مع ضيفنا وضيفكم الدكتور محمد سعد الدين الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. دكتور لو حضرتك سمعنا، لان اعتقد الصوت يعني كده تمام، الصوت كده واصل لينا في الاستوديو، بجدد التحيه بحضرتك يا دكتور. سامعك كويس. وكان يهمني بس اتاكد ان حضرتك سمعنا. اهميه المؤتمر في تعزيز الاستثمارات في مصر، خاصه في توقيت مصر بتشهد نجاحات كثيره وبتشهد كمان مستوى كبير في خريطه اكتشافات البترول والغاز العالميه. أنا عايز أقول لحضرتك إن المؤتمر ده ما بنعتبروش إن هو مؤتمر إقليمي، ده مؤتمر دولي. معنى دولي يعني عندنا 14 دولة على مستوى العالم، من أهم الدول كلها مشاركة فيه. ده اعتراف بقيمة مصر وقدرتها على إن هي تكون متواجدة على الساحة الدولية في مجال الطاقة وخصوصا الغاز. تمام. إحنا عندنا شق المتوسط كله، المنتدى الغازي اللي تم فعلا موجود بمشاركة 7 دول، وبقت مصر هي المركز الإقليمي وهي الهب لهذا المنتدى، وده بيدي قيمة اقتصادية لمصر. يأتي على رأس ده ان هذا المؤتمر بيدعمه الرئيس السيسي، او القيادة السياسية اللي هي قيادة سياسية لمصر والإفريقيا حاليا، فده دعم جامد لهذا المؤتمر ودعم لوزارة البترول على ان هي تقوم بدورها في الاقتصاد المصري. مصر النهاردة بقت مصدرة للغاز مش مستوردة للغاز. مصر النهاردة بقت بتستورد الغاز من إسرائيل ومن اليونان ومن قبرص وتعيد تسييره داخل مصر وتصديره الخارج. ده بيعطيها مصداقية لأن هي بتلم حواليها كل الدول اللي موجودة في بحر المتوسط وفي شمال إفريقيا، وده قيمة عالية جدا لمصر. النهاردة مصر في المؤتمر ده بتسوق الفرص الاستثمارية لكبرى الشركات العالمية ان هي تقوم بالاستثمار داخل مصر، ولان ديت فرص واعدة بالنسبة لهم، لان هم شافوا بعينيهم ان شركة اني قامت بحقل زهر وغيرها قام بكذا حقل تانيين، ولذلك هم ده فتح شهية كل الشركات الاجنبية الكبيرة جدا سواء الامريكية او الاوروبية ان هي تيجي تساهم وتشتغل في مصر، لان ده حافز لها ان هي هتبقى فيها مكسب بالنسبه لها وهي مكسب لمصر. واحنا وزير البترول ورئيس الجمهوريه بيدعموا هذه الشركات وبمنطق وين وين سيتويشن، يعني هما بيكسبوا واحنا الكل كسبان طبعا، وده المطلوب. والتوقيت اللي احنا فيه النهارده ده، ان الصراعات اللي بتدور في شمال افريقيا وبحر المتوسط من دول زي تركيا ولا غيرها، ده رد عليهم ان كل الشركات الاستثماريه في العالم بتتجه نحو مصر، والاتحاد الاوروبي بيشرف على هذا المنتدى، وامريكا كمان مراقب لهذا المنتدى. فده يعني بنقول ان ده رد فعلي من الحكومه المصريه لاي مهاترات بتدور في طيب دكتور محمد، خليني حضرتك في حديثك يعني تكرمت بالاشاره الى جزئيه مهمه، وان مصر هي مركز للغاز. مصر ان كانت بتستورد الغاز من اي دول مجاوره هي من اجل تسييله واعاده تصديره وليس لنقص في الغاز المصري. دي جزئيه مهمه. هذا لا يتحقق ولن يتحقق الا ببنيه اساسيه قويه في قطاع البترول والغاز. طبعا النهارده بنشوف عدد من الاتفاقات، يعني شلمبرجر بنشوف مع باكتل، بنشوف مع بي بي، بنشوف كل الاتفاقات دي جزء كبير منها في استثمارات وايضا في نقل خبرات وتحسين البنيه التحتيه البتروليه وبوابه الكترونيه للاستكشافات والمتابعه. قد ايه مصر والدوله المصريه ووزاره البترول بتعطي اهميه لهذا المحور، محور تحسين البنيه الاساسيه في قطاع البترول والغاز في مصر؟ احنا اوريدي عندنا البنيه التحتيه الاساسيه، ولذلك تم مصر ان هي تبقى القياده فيها. ليه؟ احنا عندنا مصانع تسييل الغاز اللي مش موجوده في شرق المتوسط كله، وعندنا كم من الخطوط الانابيب زي خط سومد اللي بيربط من الشرق للشمال في البحر الاحمر البحر المتوسط، عندنا معامل التكرير،
عندنا معامل البتروكيميكالز الجديده، عندنا الخبرات المتراكمه لشركاتنا المقاولات بتاعتنا زي بتروجيت وغيرها، كل دول هم اللي قاموا بانهاء استكشافات مع حقل زهر مع شركه اني، وتم الكلام ده في نص الوقت المطلوب. احنا عندنا من الامكانيات اللي تسمح لنا كده، عندنا حمايه هذه الاستثمارات من القوات المسلحه البحريه اللي الرئيس حضرها وجهزها من بدري عشان تحمي هذه الاستثمارات، عندنا الشؤون القانونيه اللي قامت بها الرئاسه بترسيم الحدود في شمال البحر المتوسط، ادى مصداقيه وادى قوه لان الشركات تيجي تستثمر وهي مطمنه. احنا بنشتغل على الارض ثابته، ما هياش كلام زي ما بعضهم بيتكلم، فده ادى مصداقيه لمصر وادى لها القوه ان هي تقدر تجذب هذه الاستثمارات، وده بيصب في النهايه للاقتصاد المصري، لان احنا بنقول 2020 هو العام اللي احنا بدانا نحصد فيه الثمار ما تم زرعه خلال الخمس سنين اللي فاتوا من كل هذه البنيه التحتيه اللي حضرتك اتكلمت عليها. بالتالي انت يعني حكايه ان احنا بنستورد غاز، احنا ما بنستوردش غاز، احنا عندنا اكتفاء ذاتي بقالنا سنه وبنصدر للاردن وبنصدر عن طريق الاساله في المصانع بتاعتنا للخارج، شحنات كتير راحت لبره. مظبوط. لكن احنا بنستفيد من الجيران بتوعنا لان هم ما عندهمش وسيله ان هم يصدروا الغاز بتاعهم، البنيه الاساسيه في مجال الاساله زي ما موجود عندنا يعني. لا ما يعني لازم يكون عنده، لازم يكون عنده خط انابيب، وخط انابيب عشان يعمله هياخد له 7 8 سنين وياخد له 7 8 مليار دولار، وما عندوش مصانع اساله عشان يعملها عايز له 4 5 سنين وعايز له 10 مليار دولار، فالكلام ده ما عندوش فرصه. احنا الوحيدين اللي عندنا الاجهزه دي وعندنا الحاجات دي جاهزه، وبالتالي احنا بنستثمر البنيه التحتيه بتاعتنا ان احنا ناخد الغاز بتاعهم ونستفيد منه في مروره وفي اسالته وفي تصديره. طبعا ده مكسب لمصر، ما هواش يعني عمليه تجاريه بحته. وده بيدينا يعني سبورت ان الدول دي لما احنا بنساعدها ان هي تصدر الغاز بتاعها عن طريقنا، هم كمان والاتحاد الاوروبي بياخد الغاز ده من عندنا، فاحنا بندي لمصر قيمه، وكل الدول دي بتكون موجوده في قرارات سياسيه مع مصر، في استراتيجية مع مصر، في أمن قومي مع مصر طبعا، لأن هي مصلحتها مع مصر طبعا. دكتور أخيرا وسريعا، توقيع بروتوكول لإنشاء أول بوابة إلكترونية خاصة، عملية التحول الرقمي في الطاقة وهي واحدة من الأجنحة أيضا المقامة لبحث كل ما أضافته التكنولوجيا في مجال الطاقة، وهو طبعا إنجاز أكيد مهم. التحول الرقمي ده مطلوب لمصر حاليا في كل شيء. احنا النهاردة بناخد إجراءات جديدة اللي هو الشمول المالي والتحول الرقمي في كل شيء داخل مصر عشان يكون كل حاجة متواكبة مع العصر الحديث. فانك انت تعمل بوابة الكترونية وتحولها الرقمي، معنى ذلك ان انت ما بتخليش يبقى فيه تعامل مباشر مع الافراد، لا بيبقى كلها الكتروني، وبتنشر كل حاجة فيها شفافية، وبالتالي الشعب المصري يبقى مطمن على كل حاجة بتتم صح، المستثمر يبقى امن على استثماراته وعارف هو داخل على ايه، وفي يعني شفافيه في كل شيء، وان دي دقه التحول الرقمي ده سمه العصر الحديث اللي الناس كلها بتسعى له عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل بعد كده. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولي ورئيس لجنه الطاقه في اتحاد الصناعات، على المعلومات والتفاصيل اللي حضرتك يعني وفرتها لينا بشان مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، واحده من المعارض المهمه جدا خاصه في التوقيت الحالي، وبيشترك فيها دول كثيره لاتفاقيات، وفي كمان يعني تعاون ثنائي بين عدد كبير من الدول بالمناسبه في النسخه الرابعه للمعرض، واكيد التعاون ده هينتج المزيد من الانجازات.